جدران جابيون سميت جابيون نسبة لأقفاص الدجاج الإيطالية تملأ بالحجارة بدلا من الطيور، وهي قضبان مغلفنة تستخدم كجدران استنادية أو جدران عادية. مواد المستخدمة: قضبان جابيون المغلفنة، كليبسات تقوية، قضبان وصل بين الشبكتين، كليبسات لجمع الصناديق، وتعليق خاصة استخدامها برفع الصناديق. أحجار ردم من مختلف الأنواع: مكسرة، جلسية، بازلتية، بحرية، نهرية. مواد ردم لأساسات الجدران: مواد الدريناج خلف الجدار، غطاء مؤقت للعمل. مواد تكستيل لمنع دخول التربة إلى الجدار، أنابيب بلاستيك الصرف. تصميم الجدار مثل أي جدار كتلي، يتم حساب الأبعاد والقواعد. يفضل إعطاء ميل للجدار من درجات باتجاه الردم. تحديد المسافات والأبعاد. ملاحظة مهمة: التسليح الأفقي للأقفاص حصرا من خارج القفص. طبعا الأحجار والفتحات يجب أن تكون متناسبة، الأحجار أكبر من الفتحات. تجميع الصناديق ضمن الموقع. كما نلاحظ عملية بسيطة وسلسة: تثبيت الكليبسات للسطح النهائي، السطح النهائي الذي يتم ملء الحجارة من خلاله ثم إغلاقه. الفراغات باتجاه الأفقي والعمودي نفس الأبعاد طبعا. كليبسات لوصل الصناديق مع بعضها، صندوقين، لاحظ الكليبسات. أهم نقطة هي تثبيت الشناجل على ارتفاع 2 أو 3 من القاعدة، شناجل التقوية بحيث تمنع انتفاخ الجدار في المنتصف. وضع الأحجار بشكل يدوي أو آلي. العمال يقومون بتهذيب الحجارة ضمن القفص وتنسيقها. لاحظ القفص مفتوح من الأعلى حاليا، يتم إغلاقه بعد ملء القفص وتثبيت الكليبسات. بعد أن انتهى العامل يقوم بوضع طبقة من البحص المتدرج الناعمة لملء الفراغات من الأعلى. هذا مثال عن قفص محمول بالرافعة. لاحظ الشناجل الخاصة بالرفع. وزن القفص تقريبا المتر المكعب 1200 إلى 1800 حسب كثافة ونوع الحجر المستخدم. الآن انتهينا من الطبقة الأولى، بدأنا بالطبقة الثانية، انتهينا من الثانية، نبدأ بالثالثة. انتهت الطبقات. أعمال الردم: أولا نضع القماش الذي يمنع دخول التربة إلى الجدار، ثم مد أنابيب الصرف خلف الجدار، ردم بمادة البحص، الفلتر، دريناج، هذا فلتر محيط بأنبوب الصرف، ثم مواد الردم العادية. الآن وصلنا إلى الشكل النهائي الجميل البعيد عن أي مواد كيميائية. تمديدات كهربائية، إنارات التزيين، ديكور نهائي.
هذا ضمن الحدائق والمزارع. طبعا يمكن استخدام هذه الجدران في عمل شلالات، مساطب، جدران بين المزارع والفيلات، أسوار